حزب الشعب يتحالف مع حزب الحرية في سالزبورغ. نهما يلتقي ميلون في روما لبحث قضايا الهجرة غير الشرعية. اعتقال 15 من نشطاء المناخ بعد تعطيل حركة المرور في فيينا. العثور على جثة شابة أمريكية مفقودة في النمسا العليا. ارتفاع التضخم في النمسا الشهر الماضي بعد انخفاض طفيف. وتقرير يكشف أن 7 من كل 10 لاجئين أميون. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أعلن حاكم ولاية سالزبورغ فيليفريد هاسلوا أن حزب الشعب سوف يبدأ المفاوضات مع حزب الحرية من أجل تشكيل الحكومة الإقليمية القادمة. وأوضح أنه لا يمكن حاليا تشكيل حكومة مع الاشتراكيين أو الخضر، وأنه يأسف لعدم تمكنه من تشكيل ائتلاف معهم في ولاية سالزبورغ. كما أشار إلى أنه تم الاتفاق بالإجماع على مفاوضات مع حزب الحرية. وأكد هاسلور بقاءه في منصبه كحاكم للولاية، وسيحصل حزب الشعب على 4 مقاعد في الحكومة، بينما سيحصل حزب الحرية على 3 مقاعد. بدأ المستشار النمساوي نهما اليوم زيارة إلى روما للقاء رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لبحث قضايا الهجرة الغير شرعية. وتتزامن هذه الزيارة قبل اجتماع المجلس الأوروبي في يونيو المقبل الذي سيضم جدول أعماله موضوع الهجرة، وسيناقش الطرفان مسائل اللجوء والهجرة وتعزيز التحالف الحالي لمكافحة الهجرة الغير شرعية على المستوى الأوروبي وتنسيق مواقف البلدين في هذا الصدد. وكانت إيطاليا قد أعلنت في 11 أبريل حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر بسبب الهجرة. شهدت مدينة فيينا حركة احتجاجية من قبل نشطاء الجيل الأخير، حيث شلوا حركة المرور لمدة 1 ساعة صباحا في منطقة حزام بيرينغا. ويشتكي المحتجون من جمود الحكومة بشأن سياسة المناخ، وحث الشرطة فيينا السائقين على عدم التأثر بالاحتجاج، مؤكدة أن الحركة المرور العامة والدراجات لم تتأثر، وتم اعتقال 15 شخصا. وأعلنت المجموعة تنظيم عمليات يومية لمدة 3 أسابيع لشل حركة المرور في فيينا، ويعتبر ذلك أكبر عملية قاموا بها حتى الآن. عثرت الشرطة على جثة امرأة أمريكية مفقودة منذ 10 أسابيع قرب لاوداكسي في النمسا العليا. وكان في البداية قد عثر المتنزهون على الشابة وأبلغوا الشرطة، ورغم أن الجثة كانت متحللة بشدة إلا أن السلطات تمكنت من انتشالها ونقلها. وكانت الأمريكية البالغة من العمر 22 عاما لم تعد إلى منزلها في شارنشتاين بعد رحلة مشي، وتجري السلطات تحقيقات لتحديد سبب الوفاة، ولا يستبعد ارتكاب جريمة أو حادث عنف. تجاوزت معدلات التضخم في النمسا 9.8% في شهر أبريل، وهي زيادة ملحوظة عن الشهر السابق الذي سجل 9.2%. وتوقع المحللون أن هذا التسارع ناجم عن ارتفاع أسعار الترفيه والسفر والخدمات، ومن جهة أخرى انخفضت أسعار الوقود وزيت التدفئة بشكل كبير، وارتفع مؤشر HCP مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 9.6% في أبريل مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفع بنسبة 1.0% في مارس الماضي وفقا للتقديرات الأولية السريعة لمكتب الإحصاءات النمساوي. كشف تقرير صادر عن صندوق الاندماج النمساوي
عن ارتفاع مستوى الأمية بين طالبي اللجوء، موضحا أن 7 من كل 10 أشخاص منهم لا يستطيعون القراءة والكتابة بلغتهم الأم. وأشار التقرير أن ذلك يشكل تحديا كبيرا لبرنامج الحكومة في دمج المهاجرين. وأشار التقرير أيضا إلى أن مستوى تعليم الذين يحق لهم اللجوء والحماية قد تدهور بشكل كبير في السنوات الأخيرة، خاصة بين السوريين والأفغان، وبالتالي تحتاج الحكومة النمساوية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين مستوى التعليم والدمج للمهاجرين الجدد في المجتمع. ولكن يبقى علينا أن نبحث في أسباب الأمية حتى لا نظلمهم. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم. كنت معكم أنا أسامة زهير، وتقبلوا تحياتي وكادر العمل، وإلى اللقاء.